الطاس تمنع نادي مصري من التعاقدات بسبب شكوى الوداد. قررت محكمة التحكيم الرياضي الطاس منع فريق المصري البورسعيدي من التعاقدات بسبب الشكوى التي تقدم بها فريق الوداد بشأن تأخر في سداد مستحقات الفريق الأحمر عن بيع اللاعب الكونغولي كازادي كاسونغو. وحسب مصادر مصرية، فإن قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف القيد للمصري جاء بعد تأخر مسؤولي الفريق البورسعيدي في سداد باقي مستحقات مسؤولي الوداد والذي تتخطى 120 ألف دولار، أي أكثر من 100 مليون سنتيم مغربية من إجمالي مبلغ الشراء، وهو 260 ألف دولار. وكان الوداد الرياضي قد تقدم بشكوى رسمية ضد النادي المصري بسبب تأخر مسؤولي هذا الأخير في سداد باقي مستحقات شراء كاسونغو، علما أن النادي المصري تعاقد مع اللاعب الكونغولي مطلع الموسم الماضي.